هذه العلكة اللي اسمها البروبوليس، بالعربية المصريون يطلقونها على اسم العكبر أو العلك، هذا هي مثل العلك لما تمضغونه هو علك، يسد به ثقب في الجباح ويسد به كذلك الخلايا لما تملأ بالعسل، وملي كتمضغه عنده رائحة طيبة، رائحة زكية تخرج من الفم. نعم، لون ديالو بني بحال هذا اللي شفتيه، هو جيد لتسوس الاسنان، ويعني ممكن ان تاكله مباشره، يعني تمضغ وتبلع شيئا ما شيئا، يعني بعد نصف ساعه وبعد ساعه تكون بلعت كل هذه الاشياء. يعني في نفس الوقت حتى الاشخاص يعني علينا المدمنين على العلكه الامريكيه ممكن ان يمضغوا هذا، فهو جيد في المضغ اذا كانوا ابتلوا بالمضغ، كان ان يمضغوا هذا، فهي فيه رائحه زيكيه، فيه ماده طبيه، وجيد للقرحه المعديه وللسرطان والالتهاب كبد بي والسي، يعني امراض كثيره، يعني حتى بعض توترات اصحاب توترات العصبيه، يعني اخذوا هذه الماده، ويعني كانت نتيجه سحريه، ان الشفاء كان محقق. ما نقول فيه شفاء فهو فيه شفاء، ولكن مختلفا، القران يتكلم عن مختلفا الوانه، لان اللون يتكلم عن المواد الطبية الموجودة في العسل، كلما كان العسل داكن فهو طبي. انظروا مثلا عسل القزبور، عسل القزبور يكون أسود وهو أعلى جودة من العسل، ثم يتبع بالعسل الداكن، ثم الأحمر، ثم الأصفر، ثم الأبيض. عسل الليمون يكون أبيض، الأوكاليبتوس يكون أحمر شيئا ما، ثم عسل الخروب أو أشياء يعني في الجبل التيكيوت، هذا الزقوم يكون أصفر، يعني يكون أصفر يميل إلى البرتقالي وعسل جيد. هذا اللون يدل، هذا اللون يدل على يعني قيمة الشفاء الموجودة في العسل. ثم حبوب الطلع البولن، فهناك البولن الذي يجمع بالنحل، النحل الذي يجمعه ويملأه في الخلايا، وهناك البولن الذي يمكن أن يجمعه الناس، بعض المنتجين الآن يجمعون بولن ويبيعونه للناس، ممكن أن يعني السوق الآن موجود فيها البولن، لكن إذا كان البولن الذي يجمعه النحل، حبوب الطلع الذي يجمعها النحل يكون أحسن. أما حبوب الطلع التي يجمعها الناس فليس فيها مواد من النحل، فهي أقل من المواد الأخرى. فالبي فينوم هو سم النحل، لسعات النحل، ولسعات النحل الآن كي أعطيكم فكرة، تعلمون أن الفيروسات لا يمكن أن نشفيها، يعني الزكام أو التهاب الكبد بي والسيدة الأيدز، هذه أمراض فيروسية لا يمكن أن تشفى، إنما ننقص من حدتها ببعض الأدوية. فهذه الالتهاب الكبد فيروس البي من نوع بي والسي، الآن ليس هناك دواء، خصوص سي هيباتيت سي ليس هناك دواء، إلا الآن أخطر دواء هو الأنترفيرونات، يعني يحقنون الأنترفيرون، الأنترفيرون يعني مؤلم جدا، ويعني حتى الثمن باهظ. فالآن الأمريكيون توقفوا عن الأنترفيرونات وأصبحوا يعالجون الناس بلسعات النحل، ربما يستخرجون سم النحل ويحقنوه بإبرة حديدية ممكن في أمريكا، لكن بعض المربي النحل أصبحوا يحقنون مباشرة 7 أو 10 أو 11 نحلة، يلسعونك بـ11 نحلة، تأخذ الكمية الكافية من السم لتشفي هذا المرض.